في الدوري الانجليزي بريمير ليج، ارسنال استمر على الصداره لاسبوع اخر بعد خماسيه في مرمى نوتنغهام فورست. خماسيه كانت مبهره، كانت بتقول ان الفريق قادر ان هو يستمر في الصداره باداء وعرض واتزان مبهر جدا بقياده القائد ارتيتا. لكن مقال في منتهى الروعه الحقيقه بينزل بعد نهايه المباراه في ذا جارديان للصحفي جوناثان لو، بيتكلم على مدى أهمية الأرقام في كرة القدم وبيقارنها بأرقام تانية تبدو في ظاهرها غريب لكن في واقعها لا تشكل أي أهمية على الإطلاق. مباراة نوتنغهام فورست كانت هي المباراة السابعة لجيسوس النجم البرازيلي من غير تسجيل، ومع بداية جيسوس مع أرسنال أنه بيسجل 5 أهداف في 15 مباراة يبدو الأمر غريب بعض الشيء. لكن بيقرر جوناثان لو انه يكتب مقال كامل عن هذا الامر ويتكلم على جيسوس ويحط عنوان انه جيسوس او خيسوس ليس مهاجما رائعا لكنه رائعا بالنسبه للارسنال. وبيتكلم عن هذا الرجل في القصه دي وفكره عدم تسجيله لاهداف بغزاره، وبيعتبر انه ارتيتا بيرى في هذا الرجل انه مش مهاجم، انه اصلا مش لاعب وظيفته ان هو يسجل الاهداف فقط لا غير. وبدا يسلط الضوء على ارقام تانية كانت مهمة جدا 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 لهذا اللاعب. اتكلم الأول جيسوس عن استراتيجية أرسنال وقال فيها، وقال جوناثان لو في استراتيجية أرسنال إنه أرسنال فريق أفضل وأكثر تماسكا بشكل لا مثيل له عندما يكون في حوزته الكورة. لكن في جزء مثير للاهتمام حقا في هذا النقاش، حيث بدأ جيسوس مسيرته بخمس أهداف في 15 مباراة. ده كان بداية المقال بالنسبة لجوناثان لو بأنه بداية جيسوس بخمس أهداف في 15 مباراة هو أمر غريب بعض الشيء، وأن المعدل ده أقل من هدف في كل 3 مباريات، وده أمر يبدو لافت للنظر بعض الشيء. لكنه في النهاية عرض شوية أرقام خاصة بجيسوس وقال فيها أنه متوسط أهدافه مع بالميراس كان 16 هدف في 47 مباراة، مع سيتي 58 هدف في 159 مباراة، مع البرازيل 19 هدف في 56 مباراة. لكنه راح لأرقام تانية كان بيرى فيها إنها مهمة جدا، وقال مثلا إن في مباراة نوتنغهام فورست تدخل جيسوس 20 مرة، عمل 20 تدخل في المباراة. العشرين تدخل ده أكتر من أي لاعب آخر بما فيهم لعيبة نص الملعب في أرسنال. أنت ما بتسجلش، أي نعم، لكنك بتصنع أهداف، وده اللي حصل في المباراة، وعملت تدخلات أكتر من لعيبة الارتكاز نفسها، يعني أكتر من الطرفين، من المهاجم، من لعيبة نص الملعب. الراجل ده بيتدخل وبيلتحم أكتر من أي حد. وابتدى هنا لو يحاول يلاقي تفسير للموضوع ده، إنه ليه الراجل ده في تدخلات قوي إلى هذه الدرجة وخليته بالنسبة لأرتيتا مفضل بل وحارب على إنه يكون موجود. فوصل إلى سر مهم جداً. قال لو انه جيسوس في البرازيل كان بيلعب على ملاعب ترابيه في ساو باولو وهو صغير. الملاعب الترابيه دي كان فيها حاجتين مهمين جدا، انه بيلعب مع اطفال او شباب مختلفين في الحجم، وانه الملاعب الترابيه دي كان فيها مجموعه من الحفر والتلال. فاللي بيلعب في البرازيل في ساو باولو في الاجواء دي هو هنا بيحاول يتوقع مسار الكوره، لان الكور ممكن تيجي في مكان الحفره فتغير اتجاهها. فانت قادر تتخيل الكرة لما تجيلك على الارض كباس مثلا، انت هتقابل الكرة فين؟ هتتحرك ازاي؟ فمن هنا كان موضوع التوقع عند جيسوس او خيسوس اعلى من اي لاعب اخر موجود في الملعب، فبقى بيلتحم وبيلتحم بنجاح. اتكلم عن هذا الامر وقال انه بيتنبأ بمكان الكرة رايحة لحد فين، وانه ده خلاه مفضل جدا جدا بالنسبة لأرتيتا. في النهاية جيسوس بيقول انه القصة دي وانه اللي حصل ده بيبين انه قد ايه أرسنال بيهتم بكافة التفاصيل، وانك تحس انه النهاردة مفيش نجم واحد لهذا الفريق، بل انه الفريق بشكل عام اصبح هو النجم قياسا بأرتيتا، لاعب جيد جدا لدرجة انه لابد ان يكون نجما، وبالتالي اللي بيقدمه في الملعب ده مع انه يتناقض مع مفهوم النجومية لكنه في النهاية مفيد بالنسبة لأرسنال.